السلام عليكم يا عم علي. الله وبركاته يا استاذ اشرف. كل سنه وحضرتك طيب يا محترم. معاك ايه النهارده المتابعين يا محترم بقى؟ ان شاء الله معايا احلى بضيع النهارده. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. البقر ده صنعتها يا عم علي؟ البقر ده والدي بقالها بالظبط بقالها شهرين مع الشراء بقالها 25 يوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. تعالوا النهارده نشوف مشتريات المعلم علي من داخل مزرعه الصدق والامان. بس بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناه الريف حياتي من كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم جميعا. يلا بينا على بركه الله نشوف مفاجات المعلم علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. السلام عليكم يا عم علي. الله وبركاته يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب يا محترم. معاك ايه النهارده المتابعين يا محترم بقى؟ ان شاء الله معايا احلى بضيع النهارده. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. البقر ده صنعتها يا عم علي؟ البقر ده والدي بقالها بالظبط بقالها شهرين مع الشراء بقالها 25 يوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. يعني البقره ديت والدي بقالها شهرين ومعشره بقى لها 25 يوم. بس انت هتبيع فاضي. احنا بنبيع على فاضي. تمام. احنا هنغش. سنها يا عم علي؟ ان شاء الله قفله دي. افتح السن كده يا فارس. تمام. والسن يا رجاله قفله قدام حضراتكم اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العم هي يا رجاله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. الفتحه يا رجاله قدام حضراتكم اهي. العظم الريش الموزون. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الارضيه الموزونه قدام حضراتكم اهيت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والاربع حلبات يا رجاله هم. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. طبعا يا رجاله ما فيش هنا تحضير زي السوق. ما فيش تحضير ولا حاجه، كل حاجه على الطبعه قدام حضراتكم اهي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. خلفها فين يا عم علي؟ جوه اهو. احنا عندك يا عم علي الاول المحل. لا انا جايبها الدور والله. لسه جاي النهارده يعني. النهارده الدور. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. ما تقول لي رقم تليفونك كده يا معلم علي؟ 010 010 9 9 26 26 25 25 903 903. والعنوان 37 37 البنزيمه مركز بلقاس مش الستاموني محافظه الدقليه. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وادي خلافه يا رجاله اهوت. اللهم صل على سيدنا النبي. يعني نتاد عمرها شهرين يا عم علي؟ ان شاء الله. بتشرب شقه والشقه الثانيه بتجيب 2 كيلو ونص. جميل. 5 كيلو في الطاقه. يعني دي كلام دي كلام صحابك. لا يا عم احنا ما بنغيرش وانت عارف. بس دي ما لسه ما حلبتش عندك. لا بس دي اللي شايفه قدام عند اصحابه. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. السن قافله يا رجاله زي ما معلم علي بيقول قافله جديد. وادي خلافه اهوت نتاي اهوت من احلى المال. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. وادي الحلبات اهيت الاربع حلبات مسطرة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. وهنعرف سعرها من المعلم علي يا جماعه اهوت. السعر كام يا عم علي بقى؟ ان شاء الله استاذ احنا يعني بنعمل مفاجات للكل حبيب. ان شاء الله دي ب 79600. 79600 اصليه ولا لا بيه؟ لا ده اصليه ده ان شاء الله. جميل. المعلم علي النهارده يا جماعه محطم الاسعار خالص. 79600. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اللي محتاج العرض ده يا جماعه يتواصل مع المعلم علي. ورقم التليفون موجود في العرض. اسعار المعلم علي النهارده يا جماعه في متناول الجميع. اسعار في متناول الجميع. السن قافله جديد وراه خلف عمره شهرين ومعشره بقى لها 25 يوم بس المعلم علي هيبيع فاضي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس وكل حاجه قدام حضراتكم يا رجاله اهيت. الهربة والأمورية هيت. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. 79600 مال من أحلى المال. العربية هنا كسكس ورا شوية. أيوة يا عم علي. معاك هنا بقى أنا شايف معاك مفاجأة تانية كده. معايا هنا عزبة أقطالي ما نزلتش خالص. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وأربعات لبن. المفاجأة الكبيرة يا رجالة. المفاجأة الكبيرة أهي. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. عظمه وخشانه ودمه حر وسمره يا رجاله واتساعيه. ايطالي. اللهم صل على سيدنا النبي. سلام. الايطالي ده عشره دي يا عم علي. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال من احلى المال. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اربطها في الحديد يا عم يا فارس، اربطها في الحديد احسن. فتح الرجاله ده بحضراتكم ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العظم اهوت عظم، عايز اقول لحضرتك عظم وخشانه واتساع وثمره ودم حر ودم حضراتكم اهو. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الثالثه اللي في بطنها المعلم علي يا جماعه بيقول دي اللي في بطنها دي الثالث. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفاتحه يا رجاله اهيت، اللهم صل على سيدنا النبي. العظم اهوت، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. وهذا الارضيه اهيت، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والحلبات بتاعتها يا جماعه قدام حضراتكم اهي مسطره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. يا عم علي حلبت عندك الرئيس طبعا؟ لا جاء دور والله. برضك جاي النهارده؟ اه تمام. طيب الكلام في كام يا محترم بقى؟ كلام يا استاذ. الكلام في كام يا غالي؟ ان شاء الله 105. 105 من عند الكريم؟ ان شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله. واربعة كيلو ونص في الطرف. العوش ده اللبن ده على كلام صحابك؟ بامر الله. اه تمام. عشر شهرين يا جماعه. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العشر شهرين. مال من احلى المال. والمعلم علي ابو الولد الثالث. طب خلاص ما تصبرش. والسعر 105 من عند الكريم، ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اللي محتاج اي حاجه من العرض ده يا جماعه تواصل مع المعلم علي، ورقم التليفون موجود في العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عظم وخشانه واتساع وثمره ودم حر يا جماعه اهوت، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللي محتاج اي حاجه من العرض ده يا جماعه تواصل مع المعلم علي، ورقم التليفون موجود في العرض. يا عم علي. نعم. ال 105 اصلها طبعا ان شاء الله. ده قول لي رقم التليفون في اخر العرض يا غالي بقى. 010 9 9 26 26 25 25 903 903. حضرتك قلت اللبن فيها كام؟ ان شاء الله اربعه. اربعه واربعه؟ احسن ان شاء الله. تمام. اللي محتاج اي حاجه من العرض ده يا جماعه تواصل مع المعلم علي، ورقم التليفون موجود في العرض. شكرا لكم والى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.